بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في مباريات كلاش رويال. هذه مباريات وصول المالك للدرع المتحدى 2 في رمضان 1440 هجرية المطرقة. دعونا نشوف كيف مالك قدر يوصل المطرقة بهذه التشكيلة بالبيكا بالعصار. العصار والله صراحة العصار حلو. العصار بطاقة ممتازة. لعبت ضد كذا واحد وعزعجني أكثر شيء العصار. فالعصار يبدو لي فعليا بطاقة ممتازة. هنا الآن مالك جالس يلعب ضد واحد أقل ما يقال عنه أنه غثيث وثقيل طينة ومزعج جدا 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 لأبعد حد. شوف كيف يهجم بالميجا نايت واخذين بالحضرتكو يهجم بالميجا نايت. وعلى طول على طول قبل شوي شفنا ميجا نايت الحين رجع الميجا نايت قدام الخنزير. فتشكيلة خفيفة تشكيلة مرة خفيفة وجدا مزعجة جدا مزعجة. مليانة الفتافيت ذولي مليانة البطاقات الخفيفة. حتى الحفار بطاقة خفيفة تعتبر 3 كسير على الأقل. بعد إيش قال أداء جيد بعد ما خرب جو مالك ووصلها معاه. وصراحة جدا جدا مزعج. مالك عنده سياف. السياف مفروض يقدر يتعامل مع البطاقات الخفيفة هذه. وعنده صاعق لكن ما قدر بالأخير ما قدر. يعني السياف بيموت من ميجنايت بيموت من تنين النار. بالأخير يجون هذول الجيش المزعج من بعيد من وراء الميجنايت ومع الحفار ومع منطاد هياكل والسالفة هذه والحكاية هذه كلها إزعاج في إزعاج. فالله يعين. والله صراحة أنا قابلت أيضا نفس اليوم قابلت واحد زي كذا وازعجني إزعاج إزعجني إزعاج صراحة. كرهني بعيشتي. بالأخير فاز. يعني بالأخير قاومت حاولت ما قدرت. يعني شيء زي ما شفتوا كانت مباراة صعبة. ما إلا مالك الحين نخش ونشوف وش وضعه حاليا وش طرفه بالمباراة هذه. يبدو لي فايز يبدو لي قاعد يجلد مالك قاعد يجلد. فشيء ممتاز شيء ممتاز. بيلعب نفس الوساخة قاعد يقابلها حفار وتنبني النار. لكن هالمرة مالك مبدع. شوف كيف الخفافيش فوق الخنزير شيء ضرب وجلد كثير. فازعاج للخصم الآن. مالك الآن قلب الأمور وقلب الميزان وبدع أيما إبداع. هذا مالك لما يصير مصحصح وفايق والظروف تخدمه يكون ينطلق يدمر الخصوم يحطم الساحات. هذا مالك والحظ فالك والدرع فالك والمطرقة وانطلق. والآن نشوف هذه المباراة. اللي لعبها قبل شوي وخسرها ضد المزعج احنا ما شفناها من البداية. نشوف الآن كيف كانت. هنا الآن يبدو التعامل ممتاز. غيلان على الحفار شيء جيد شيء معقول. بدأ الآن هنا بداية الغلط. هنا الغلطة الكبيرة. تهجم بالبيكا هذه غلط. هنا الآن شوف بداية مالك صعبها على نفسه تقريبا بالبداية شكله كذا. الخصم قاعد يهجم بالحفار والمنطاد الهياكل ذا. فهجمة خبيثة جدا خبيثة والتشكيلة مرة خفيفة. على طول قدر الخصم مع انه لعب بطاقات كثير لكن قدر يلقى الميجا نايت وقت احتاجه قدام الخنزير. مرة ثانية الخصم شوف كيف بطاقتين بس جاب برج المالك برج اليمين
يعني بالبداية كان يلعب بالحفار والمنطاد، شوف على طول هجم بالمنطاد، والآن لقى الحفار مرة ثانية رجع بالسايكل، فتشكيلة مرة خفيفة على طول السايكل كذا 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 زي الماكينة زي الماكينة. هذا المالك جاب التعادل ما سوى شيء، بس جاب زيادة طول العذاب على نفسه صراحة. ما أدري ليش، أنا لو مكان مالك كان ما كان أقول خلاص 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 خذ خذ خلصني، بس خذ 3-0 عادي يعني، ما ولا أجيب التعادل كذا وزيده على نفسي، بقول خلاص بس رح روح بكنا بس. طبعا هذا لو أنا بس مالك ما شاء الله العناد والجرينتا الجزائرية، ما شاء الله على مالك يعني قاوم مقاومة شديدة وحاول بدع وفق الإمكانيات الموجودة، لكنه غلط مميت. الغلط اللي جاب له الضياع اللي هو هجم بالبيكا، تهجم بالبيكا وخاصة بداية المباراة ما تعرف إيش مع خصمك، إيش ممكن تهجم ويجيك ببرج نار على طول، ما أعرف يعني هذا اللي صار. فنشرح لكم الوضع يعني على أساس تكتيك وبديهيات. الآن هذا مالك بالمباراة اللي بعدها نشوف كيف فاز. هنا الخصم حط الساحرة ماكس يعني عدو اللدود للبيكا، فلازم الآن يحط البيكا وقت الصحيح. هنا تعامل ممتاز، هنا أيضا قابل تنين النار ذا ورا شوف كيف الخنزير مع الخفافيش اللي فوقه ما شاء الله شغالين شغل. هم اللي الخفافيش تقريبا 70% من البرج هم اللي شالوه، الخنزير 30% أتوقع كذا، فشي رهيب شي رهيب. الخصم ما عنده صاق تقريبا، وتورط ورطة ما قدر يفكها منها صراحة، لأنه هذول الاثنين الثنائي خنزير فكرة حلوة من مالك، فكرة جدا ممتازة. هنا الآن ننطلق ومباراة مالك مرة أخرى يقابل الساحرة ليفل 12 هذه المرة. أهون قدر مالك يفوز على ساحرة ماكس، وبتكون هذه أهون. وهنا حركة حلوة جاب الفارسة عند البيكا أساس ينهي مشاكلها، وهنا حلو هذه قوة البيكا، هذه قوة الإمبراطور صراحة. كيف هنا مالك استعجل صراحة، مفروض ما يخاف من الساحر خلاص عادي. الخصم هذا وسخ بالمختصر، خصم جدا وسخ. شوف كيف مبنيين عنده فرن وعنده كوخ الغي البرابرة، فبالاختصار جدا وسخ. ما أدري كم الإكسير معاهم. هنا حلو شوف كيف الحركة ضربة، أنا قلت كيف مالك بتعامل مع الساحرة، والخصم أيضا فعليا حط ساحرة، لكن كرة نار جت. والله صراحة مالك محظوظ جدا من هذه اللقطة، كرة نار ضربت الساحرة وخلاص الساحرة نسيت الموضوع، قلت أنا مين أنتوا فين إيش الحكاية، راحت يسار. هنا الآن مالك سحب البرابرة، والبرابرة هم مرحبين صراحة بكل الموضوع، كل تشكيلة الخصم أرعب شيء البرابرة، ويجي بعد الفارسة، وهنا مالك سحبهم وانهى خطورتهم. وكان الخصم جاهز مجهز هجمة، مجهز جيش بالطرف اليسار. هذه الخصم 5.0 شيء كثير، شيء مرة، وهذا اللي خلى الخصم يتعقد من مالك، لأن مالك أقل من 4 تقريبا 3.8 أظن، شيء ممتاز جدا جدا. إلى الآن مباراة خصم مزعج، خصم مسخ ومزعج، كويس مالك تعامل معه شيء كويس، واكتفى بالتقدم 1-0 ودافع مسك دفاع، لأنه عارف أن هذا الخصم بيسبب له إزعاج كثير. وهنا الآن مالك يهجم الخفافيش زي ما سوى ضد المباراة اللي قبل هذه، هجم بالخفافيش وهجم بالخنزير، فكرة ممتازة جدا. الآن بيكا قدام السياف، وضع مثالي. الآن نقدر نقول حلو استخدم الإعصار، مع أنه
ما كان له أي ما كان له داعي كثير، لأن السياف مات وبالأخير بتواجه الساحر الثلج. هنا الآن اضطر يستخدم العصاب ضد الخنزير، لكن بالأخير هو استخدمه. فالخصم هذا خصم جدا كبير، خصم جدا مرعب. ساحر ثلج وبيكا يكون جدا مرعب. هنا مالك حلو، هنا مالك يستخدم الإعصار بالشكل الممتاز، يستخدمه دفاعيا، يبغى يزعج الخصم. خلاص باقي 20 ثانية، ما في مجال لأي خطأ. وهنا شيء ممتاز، شيء ممتاز، انتهت المباراة. بيكا قدام البرج مع الإعصار، فانتهت المباراة. والخصم نسى شيء اسمه برق، من قوة سرعة الهجمات اللي يعطيها مالك، الخصم نسى معه برق كان ممكن يجيب فيه التعادل. ف مالك ترك البيكا اليسار لأنه قال ما راح تلحق، ما راح يمديها الوقت. فمباراة حلوة، مباراة تكتيكيا ممتازة، إلا اللهم الإعصار اللي بالبداية. فأحسنت، أحسنت يا مالك. هنا الآن مالك يقابل ميني بيكا، ميني بيكا ليفل 12. هي شوف كيف، شوف كيف، شوف كيف، شوف كيف الخنازير الخفافيش فوق الخنزير عاملين شغل جامد، عاملين شغل جامد. يا مالك أخطأ، مالك أخطأ خطأ، خطأ كبير، خطأ مزعج، خطأ غلط، خطأ ما كان أمه داعي اللي يلعب السياف كذا. هنا الآن بيكا لحاله يواجه المجهول، لكن بالأخير هيك العملاق سواء سياف أو بدونه لازم تواجهه. حلو، استخدم الصاعق على الخفافيش اللي كانوا مع الهيكل، هنا مرة ثانية يستخدم السياف بشكل ما له داعي. على الأقل نقدر نقول مالك متقدم، حددوا على الفيكا، انتظار مفاجآت الخصم. الخصم معاه اثنين بطاقتين ولعبتين لازم يلعب فيهم الفيكا، اللي هي الهيكل العملاق وقنابله المزعجة، وايضا الميني بيكا. الان الخصم جاب التعادل، الوضع الان بدا يصير معقد جدا. الخصم جاب التعادل، قتل الخنزير بالميني بيكا. هجمات مالك يبدو لي مستعجله، يبدو لي جدا مستعجله، في استعجال كبير. الخصم له الغلبه الان، ميني بيكا على الخنزير، وورطه كبيره، ورطه كبيره. مات جيشك الدفاعي، مات اللي ممكن يواجه هذا الخطر اللي هو البيكا. ورطة كبيرة بالأخير. تشكيلة الخصم مرة مرعبة، مرعبة جدا. 3.6 فقط، يا الله، بس يا سلام يا سلام. وعنده دفاعات تنفع للمنطاد اللي هي ساحر كهرب، ودفاعات تنفع للخنزير اللي هي ميني بيكا، وبطاقة مزعجة جدا ومرعبة ومخيفة اللي هي طبعا عرفتوا الهيكل العملاق، خاصة ما إذا ما عندك هياكل ولا عندك فالكري ولا عندك ميني بيكا بتكون جدا مزعجة، جدا مرعبة. هنا الآن مالك يقابل منطاد، وضع شاهد القبر، وهذا الخصم من أزعج الخصوم اللي ممكن تقابلهم، يلعبون شاهد القبر. وأظن بيلعب كلب الحمام، لا ما في كلب الحمام، في منطاد ماكس، في منطاد ماكس من الموضوع. لا 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 لا، إلى الآن مباراة على طول شوف قوة المنطاد، أخذ البرج تقريبا بهجمة واحدة. منطاد مع غضب رغم وجود الإعصار، وهذه قوة المنطاد صراحة. مفروض مالك يرمي كرة نار، مفروض. هنا الخفافيش ممتاز، شالوا شيء، لكن الآن بيتورط البيكا ضد هذا الإزعاج. شوف الخصم مصر إنه يستخدم شاهد القبر على البيكا. ساحر الكهرب تدخل أمام الخنزير، ف 700 على البرج. لا لا لا، هذه الأغلاط الفادحة اللي توديك في حيص بيص، هذه الأخطاء اللي تضيعك. ما في أحد يهجم بالبيكا إلا فيما ندر. هنا الآن ممكن مالك اضطر يلعب بيكا هجوم، لأنه الخصم معه ساحر كهرب مزعج، فاضطر قال لازم ساحر بيكا يتعامل مع ساحر كهرب. هنا ممكن نشوف تعادل،
أوه. لو زاد الوقت ثانية واحدة أو نصف ثانية كان ممكن نشوف تعادل ونبدأ حكاية جديدة، وصراحة بتصير مغص جديد ومعاناة جديدة، لكن مالك ممكن يجيب التعادل وممكن يبدع بالشوط الإضافية فيما بقى من الوقت، ممكن أكيد يعني أتوقع مالك بيكون فهم الموضوع، فهم التشكيلة، فهم كيف يلعب. من الخصم فاجأ وباغت وصراحة بساحر الكهرب وشاهد القبر. هنا الآن نشوف هذا الخصم مالك، ما أدري كل شوي جايبين له تنين النار وما يصنف قصدين التنين النار هذا، ولا ما أدري إيش قصتهم صراحة. هنا إلى الآن وضع صعب، الخصم معه تنين نار، معه هياكل، ومعه كلهم أشياء ضد البيكا. حلو، حركة ممتازة. مالك تحس بالموضوع، حركة ممتازة، سحب تنين النار بعيد عن طريق البيكا، وهذه حركة ممتازة، حركة لا يقوم فيها إلا واحد معلم، واحد فنان. هنا لازم يلعب السياف، لأنه حرام يرمي كرة نار على الهياكل وهي بعيدة عن البرج. هنا الوضع المثالي، حط الهياكل، حط كرة النار وانهى الساحر بالصاعق. الخصم ايضا لعب صاعق على الخفافيش، وهنا المفاجأة اللي حطها جهزها الخصم، لكن ما في اي مشكلة، الفيكا جاهزة وهذه حلاوة الفيكا. وهنا السياف يتدخل انقاذ ضد الهياكل، هنا حلاوة الفيكا صراحة. الخصم مصخ، جايب تنين النار على اساس يساندون البرابلة ضد الفيكا وضد ميجا نايت، لكن مالك ما شاء الله عامل احتياطات وعامل ترتيباته، وبالبداية اصلا لعبة فنانة اللي هي سحب التنين النار ناحية البرج اليسار، والبيكا خلاص كملت البرج اليمين بدون اي عوائق ومشاكل. هذا الخصم تشكيلته خفيفة، وبالإضافة لذلك حط صاعق على الهياكل، فهذه كلها أمور، وكل ثلاث خطوات أو خطوتين جاب فيها البرج وصعب المباراة على الخصم وأربك أوراقه تماما. الخصم صراحة لا تستينوا فيه، كان صعب ساحر وهياكل. هنا الآن مالك يبدو لي استعجال كبير، لكن شيء جيد. مفروض الآن يحط عصار على المينيون أساس يقتلهم. هنا تورط، بداية ورطة، ممكن الهيكل يوصل، وصل الهيكل تقريبا، وصلت القنبلة، جاءت الدليفري وصل، لكن ما عندنا مشكلة. مالك متقدم، ما في أي مشاكل يا ذيب. هنا الوضع انتظار إيش ممكن يصير. المفاجأة في ميني بيكا، وهذه بالعادة هذه العوائد عادات تقريبا يلعبون بالهيكل العملاق، دائما تلقى معاهم ميني بيكا غالبا كذا. حلو، شفت البيكا كيف قوتها، باقي الآن الهيكل العملاق كيف تفهم معه، ممكن تفهم معه بالغيلان. جانا الحلو، جاء، يلا استعد يا مالك، الآن نربط الأحسمة وجاهزين للانطلاق، جاهزين للمواجهة المصيرية. هنا مفروض مشكلة تنين النار، التنين الصغير قصدي، ومالك حط الغيلان بشكل متأخر، خاف من التنين. بالأخير القنبلة وصلت، وهنا القنبلة مرعبة، قنبلة الهيكل العملاق مرعبة بشكل كبير، تأثيرها فوق تأثير قنبلة المنطاد، ما أعرف ليش، لكنها مرعبة جدا. الآن هذه مشكلة الخفافيش، شوف كيف صاعق أنهاهم. إلى الآن وضع متأزم، مالك يستعجل أيضا، يبغى يخلص المباراة،
لازم تحط البيكا هناك. ايش نسوي عاد؟ هذا يخوف، هذا مرعب. الميني بيكا ماكس مرعب جدا. على الاقل في تعامل ممتاز الان. هذا الخصم حط صاعق على خفافيش. مره اخرى مالك يهجم، مفروض ما يهجم الخنزير الا هو حاط البيكا، لكن مشكله مفضل يحط البيكا بالدفاع الطرف اليسار. لو قدر يضبط هجمه بالبيكا وبعدين يرمي الخنزير بعد ما الكل مركز على البيكا ممكن تضبط، ممكن يكون لها تاثير. شوف الخصم الان، الخصم الان بدا مالك كان هو اللي مستعجل خاصة بهذه المباراة ومباراة القبل. الآن الخصم هو اللي حاسب القلق، هو اللي بادي يستعجل. الآن مالك ما شاء الله استغل الموقف واستغل الظرف، والآن ما شاء الله ما شاء الله هجمة واحدة للخنزير وختامية بكرة نار. ولا أروع ولا أروع ولا أروع. وبالأخير ميدق المعركة ما يقدر يعدي من البيكا بالأخير. وهذه قوة البيكا، شوف باقي فيه أقل من الربع وجلد الميني بيكا وجلد بدق المعركة. فما شاء الله عليك يا جلاد، ما شاء الله عليك يا جلاد الميدان، يا وحش الساحات، يا بيكا يا يا أسطورة يا ملك. صراحة ملك الميدان هذا البيكا، هذا البيكا البطل الهمام. هنا الآن بنشوف الخصم الأقوى، الخصم الأقوى اللي قابله مالك. استخدم الصاعق على برج النار، فجأة حط الهياكل. الخصم لقاها فرصة هنا تتعامل مع الهياكل بالغيلان، حل ممتاز. الخصم كان ممكن يرمي الأسهم، لكن هذا الخصم إلى الآن جانب المفاجأة الهجومية الأخرى اللي هي الأمير. لازم فيك الآن، ما فيها نقاش، لازم فيك. مفروض يلعب خفافيش، حلو يلعب الخفافيش. إلى الآن مباراة متعادلة، الآن متعادلين. رمى الخصم الجذع، ما يبغى وجه البيكا يقرب عنده، ما يبغى يشوف البيكا. الآن أخاف مالك بيلعب سياف، لعب السياف مفروض ضد هنا. أنت السياف، راح السياف. هنا مالك رمى كرة النار، حل ممتاز. مع أنه مفروض يستخدم الصاعق، لكنه خاف ان الخصم عنده طيور بعد، يتهيالي كذا. الان حركة هذه، الهجمة هذه جابت المالك تقدم ملحوظ. لازم البيكا الان، لازم البيكا بالوجه. هذا اللي كنا خايفين منه، هذا اللي كنا خايفين منه حاليا، وهذا اللي صار. الخصم حاليا قاعد يكسر الدنيا بالامير، مشكلة. لازم بيك الآن لأنه خلاص طولها صراحة. حلو، مع أنه ممكن ضربة صاروخ ممكن تجيب البرج على مالك. هنا مالك رمى كرة نار، أنهى البرج. هنا شاف الهياكل، هنا الخصم. أنا كنت خايف الخصم يحط البرج، لكن حطه صح، بس حطه غلط، حطه بعيد جدا عن طريق الخنزير. وأتوقع أنه كان مركز على هجمة مالك وما لحق. شوف كيف الحظ لعب مع مالك صراحة مرتين. أول شيء مع الثواني هذه اللي بقت على أساس يجي الجذع، وقبل يوم الخصم لعب برج النار غلط. فلكن الآن نقدر نقول مبروك مالك، مبروك.